السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشوف مع بعض ازاي ترسم عواميد بشكل مختلف زي حرف L مثلا. لو انت عايز ترسم اي عمود ممكن تحط family structure column وتختار من الاشكال الموجودة، هتلاقي مستطيل، هتلاقي مربع، هتلاقي شكل دائري، هتلاقي حاجات ستيل، مفيش اي مشكلة خالص. طيب لو انا عايز بقى شكل مختلف بقى عن الاشكال الموجوده، او انا عندي شكل غريب شويه، باجي من كومبوننت حاجه اسمها موديل امبليس. موديل امبليس ده ممكن اعمل بيه اي شكل غير منتظم او اي شكل غير مألوف. ممكن مثلا تكون انت عايز تعمل رخامه مطبخ، فممكن اجي هنا اقول له انا عايز اعمل، ممكن نختارها مثلا فلور، ممكن نختارها اي شكل من الاشكال. تمام، ممكن اجي هنا اقول له انا عايز حاجه بتاعت ستراكشر، واقول له انا عايز ستراكشر فريمنج، ممكن اقول له ستراكشر كولوم. يعني الطريقه دي مش مجرد ان ارسم بيها كولوم، لا، ممكن ارسم اي شكل غير منتظم. تمام، ممكن اقول له وول وابدا ارسم وول يكون عريض من ناحيه ورفيع من ناحيه تانية، مش مقاسه كله 200، فاقول له ستراكشر كولوم واسميه ستراكشر كولوم. هو بقى بيبدأ يديني الاختيارات اللي تساعدني ان انا ارسم. اسهل حاجة اختار اكستريشن وابدأ ارسم اي شكل، والشكل اللي انا هرسمه 2D بياخد هو ارتفاع من دبس هنا، يعني ممكن اقول له الدبس دوت تخليه 2 متر، وابدأ ارسم اي شكل. يعني خلينا نرسم مثلا حرف T. اي شكل احنا عايزينه، المهم يكون شكل مقفول. فالحتة زي دي عشان اشيلها هستخدم امر تريم. واقول له اوكي، خلاص بلاقي العمود اترسم معايا، ولا البرنامج نفسه خلاص تعرف ان ده عمود، فبيبدأ يديله اختيارات وخصائص العمود. لو جيت في 3D معلش استحملوا شوية. تمام، ادي اهو العمود اهوت، وينفع ان انا اغير الخصائص بتاعته وان انا اخليه اطول من كده، اخليه 3 متر و4 متر، وخليه يوصل من الدور الاول للدور التاني. وبتلاقي الخصائص اللي موجودة هنا، في خصائص كتيرة من خصائص العمود. الفوليوم اهو حسب اوتوماتيك، ولو دخلت طيب هتلاقي بعض الادوات. تمام، دي طريقة بس خالص عملنا بيها الاستراكشر كله. اي عايز تعمله على شكل حرف L، على شكل حرف T، على شكل أي حاجة ممكن تعملها بالطريقة البسيطة دي. أخوكم عمر سليم، مهووس البيم.